انا هصرف على نفسي، يعني هاخد كورسات بقى واطور من نفسي في المجال اللي انا حباه عشان انتج فيه اكتر، اطور من نفسي وانتج اكتر. يعني انا لو معايا فلوس زي دي مثلا هاخد كورسات في المونتاج، هنمي نفسي في مجال الاعلام، في مجالات كتير عشان كله بيكمل بعض. ممكن اخش اشتغل مع شريك الاذاعه وتصرف عليا برضه، دي مرتب. تاخدي مرتب يعني، هتاخدي الخزنه دي وتاخدي برضه مرتب طبعا.